السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ نون ألف غين بنجلاديشي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يقول فيه: ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكريم التي تقام سنويا في بعض البلاد الإسلامية؟ أفيدونا أفادكم الله. لا أعلم بأس في هذا الشيء، إذا كان النساء على حدة والرجال على حدة من غير اختلاط في محل الإذاعة، بل يكون على حدة ومع تسترهن وتحجبهن عن الرجال. وأما المستمع فإن استمع للفائدة وتدبر لكلام الله فلا بأس، أما مع التلذذ بأصواتهن فلا ينبغي. الأصل في هذا المنع إذا كان القصد التلذذ بأصواتهن والشهوة لأصواتهن فلا، أما إذا كانت القصد من الاستماع الفائدة والتلذذ بسماع القرآن والاستفادة من القرآن فلا حرج إن شاء الله في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم.